وبالنسبة للموضوع الثاني وهو بخصوص موهبة اللاعب ومظهره العام، طبعا كلمة موهبة دي بتبقى نعمة كبيرة من عند ربنا سبحانه وتعالى، إن الإنسان موهوب في أي رياضة من الرياضات، وبخصوص رياضة الكاراتيه والكاتا على وجه التحديد بتبقى دي الموهبة. اللاعب الموهوب بيتم اكتشافه من الصغر وهو في الملعب وهو بيأدي وهو في البطولات، بتبدأ نتائجه بتتحسن، بيبدأ العين تيجي عليه، بيبدأ المدربين يهتموا فيه وهكذا. بالنسبة للنقطة دي بتبقى اختيار وانتقاء العناصر الجيدة عشان نعرف إذا اللعيب ده فعلا موهوب ولا لأ، دي بتبقى رؤية المدربين المخضرمين، بيعرفوا مين اللاعبين اللي ممكن يبقى بطل في الكاتا. زي اكتشاف المواهب في الألعاب، يعني مثلا زي لعبة رفع الأثقال، بتلاقي المدرب بيشوف النمط الجسماني بتاع اللاعب، عضلات رجليه قوية ولا لا من الصغر، بتبقى سبحان الله دي بتبقى موهبة ونعمة كبيرة، يعني ربنا خلقه بالطريقة دي. النمط الجسماني بتاعه بيساعده كتير ان هو يكون لعيب بطل بالإضافة لصقل الموهبة. نفس الشيء بالنسبة للاعيبة الباسكت، لازم يكون اللاعب طويل القامة وكده عشان يقول اه ده ينفع في لعبة كذا. لعبة كرة اليد، كل رياضة من الرياضات بيبقى ليها نمط جسماني. السباحين، السباح لازم تكون عضلته طويلة ويكون القامة بتاعته طويلة، بتكون عضلته قوية ومرنة في نفس الوقت، بيكون ليه مواصفات. طبعا الرياضات اتقدمت في العالم كله من خلال النمط الجسماني واختيار اللاعبين اللي يصلحوا للألعاب ولا يصلحوا لألعاب أخرى. كل الكلام ده واضح، واضح جدا قدامنا. احنا في 2021 بنشوف أبطال العالم في جميع الرياضات بيبقى النمط الجسماني بتاعهم عامل إزاي. وطبعا احنا شفنا الأولمبياد، أولمبياد طوكيو 2020، وشفنا النتائج عاملة إزاي، وشفنا الألعاب وصلت لفين، ومستوى الرياضة اتقدم قد إيه. احنا بخصوص موضوع النهاردة وخصوص موهبة اللاعب ومظهره العام لاعب الكاراتيه، زي ما قلت ان دي بتبقى موهبة من عند ربنا سبحانه وتعالى، ودور المدرب ان هو اذا عنده لاعب بطل وشايف فيه مواصفات البطل من ناحية الجسم ومن ناحية الشكل والمظهر وكده، بيبدأ ينمي ويثقل عنده الموهبة، ويحاول ان هو يساعد اللاعب ده كتير ويرتقي بيه انه يبقى لعيب فعلا بطل. وده من خلال المراحل التدريب على مدار سنوات العمر. في لعيبه بتبدا من سن الثمان سنين والعشر سنين بيبقى بطل ويكبر معاها المستوى، دي بتبقى قله من اللعيبه اللي بتواصل لغايه سن ال 18 او سن المراهقه ويعدي المرحله الخطر دي ويستمر في انه يبقى لعيب بطل. وفي لعيبه ابطال ممكن ان يتم اختيارهم والعناصر الجيده ويكون لعيب موهوب، وممكن يكون عدى المرحله بتاعه ال 18 او وصل لمرحله ال 20 سنه ولعيب بطل ولعيب موهوب. من هنا برضو بنبدا المدرب يشتغل عليه ويثقل الموهبه بتاعته. طبعا انا طبعا يعني هقرا الموضوع بحذافيره من خلال الكتاب، على اساس ما فيش ولا كلمه تعدي علينا وانا بعمل تغطيه للموضوع. بس اجمالا موهبة اللاعب ومظهره العام، احنا شفنا كلمة المظهر العام، طريقة لبس اللاعب للبدلة، انتقائه للنوعيات البدلات الجيدة، زي ما احنا شفنا في بطولات العالم نقول في العشر سنين الأخيرة ازاي اللعيبة بتختار نوعيات البدلات، في نوعيات بدلات للكوميتيه، نوعيات بدلات للكاتا، ومش كل نوعيات البدلات الكاتا اللي هي المعروفة، في نوعيات بدلات جيدة جدا بتصلح للاعب الكاتا الأبطال اللي هو يدخل بيها بطولة. إزاي إن اللاعب يأدي يجيب البدلة اللي تتناسب مع شكله ويحاول إنه يقص البدلة أو إنه يجيبها، طبعا بيتم التعديل فيها على حسب جسم اللاعب، ما بيجيبهاش هي مقاس 6 أو 7 ويلبسها وهي تطلع مظبوطة، لا. لاعب الكاتا لازم يتظبط له البدلة، تتقص عليه بطريقة معينة وتتأدى، وطول البنطلون من تحت عامل ازاي، الوسع بتاعه ازاي، طريقة البدلة من هنا بيعملوها بطريقة، طبعا اللاعب هو قبل ما ينزل يأدي بيكشكش الناحية الخلفية، هنا بيدي المظهر دوت اللي احنا لاحظناه، ان ده يعني التعديلات دي مهمه جدا لكل لاعب بطل قبل ما ينزل وبيأدي، وتكون البدله دي مرسومه عليه ومخليه شكله
ومظهره العام جميل جدا اللي بيها يكون مقبول لدى الجمهور ولدى الحكام. وحتة الوجه، الوجه ده احنا شفنا دايما ابطال العالم سبحان الله بتبقى موهبة من ونعمة كبيرة من عند ربنا. الوجه ممكن يكون وجهه اللاعب مقبول لدى الجميع، في لاعب وجهه بيبقى جميل ووجهه بيكون شكله العام مظهره الكل بيتقبله وخصوصا الحكام. اذا الوجه وعلامات الوجه وبترتسم على الوجه اثناء الاداء والانفعالات بتاعته مع مظهره مع البدله اللي هو لابسها، كل دي من عناصر الفوز للاعب الكاراتيه والتقييم والدرجات العاليه. احنا بنهتم بالنقطه دي بالذات لانها من اهم النقاط، زي اللي بيعمل بيكتب كلمه وناقصها النقط اللي على الحروف، فدي النقط اللي على الحروف عشان تكتمل الكلمه بالتشكيل وتتقري صح، تتقري بطريقه. ده مثال يعني. فطبعا النقطه دي مهمه جدا اللي هي موهبه اللاعب ومظهره، الاثنين بيكملوا بعض. وطبعا انا برفق نموذج او بعض اللقطات لابطال العالم وطريقه لبسهم للبدلات وطريقه ادائهم وارتسام الانفعالات دي بتبقى مهمة جدا أثناء الأداء. انفعالات اللاعب البطل أثناء أدائه للكاتة كأنه بيمثل بيأدي، فكل الكلام ده مطلوب للاعب الكاتة البطل. والمدرب دوره هنا أنه بيسقل هذه الموهبة واللاعب البطل اللي معاه بيوجهه لكل الأمور اللي أنا اتكلمت عنها دي في الموضوع. وأرجو أن أنا أكون غطيت الموضوع برضو بطريقة سلسة وبسيطة من خلال الفيديوهات ومن خلال التكست المادة اللي أنا كاتبها في الكتاب. وبالنسبة للموضوع الثاني اللي هو موهبة اللاعب ومظهره العام، نقول برضو الكلام اللي احنا كتبناه في الكتاب على اساس ما ينقص عندنا اي وصفة او اي كلمة من الكلام اللي اتكلمته في الموضوع للإلمام الكامل بيه يعني. وانا بقول هنا من المعروف ان الموهبة في اي شيء هي نعمة كبيرة من عند الله، ولاعب الكاراتيه موهوب يعتبر مولود وليس مصنوع. ودور المدرب مع اللاعب الموهوب هو تنمية هذه الموهبة واظهارها، وذلك بأن يعطيه ويزوده من خبراته ويعمل على مساعدته في تنمية جسده وتقويته، ويحاول نقل الخبرات الخاصة به اللي هي خبرات الملعب والمنافسات والبطولات، يعني المدرب بينقل له كل خبراته، ويحاول إظهار عملية الانفعالات أثناء الأداء وفي طريقة خروج النفس ونوعية الصرخات وطريقة ارتسام كل ذلك على وجه اللاعب. وبنقول هنا للنمط الجسماني والوجه والجمال الخلقي عاملان هامان، يعني النمط الجسماني بتاع اللاعب والوجه والجمال الخلقي أو الخلقي ده طبعا ملوش يد فيه، دي بتاعت ربنا، هما عاملان هامان في هذه النقطة بالإضافة للموهبة. فالوجه إذا كان يبعث على الارتياح بمجرد النظر إليه، وكذلك الجمال الخلقي أو الخلقي أو جمال الشكل، فكل ذلك له تأثير عند المشاهدين. وكذلك بالنسبة للنمط الجسماني أو التكوين والشكل العام للاعب، وكلما كان متناسق العضلات نصفه العلوي ونصفه السفلي ويكون قوي البنيان وراثيا أو بمعنى آخر مالي مركزه، فينعكس كل ذلك الوصف مع الموهبة على طريقة أداء اللاعب، وكل من يراه ويرتاح له يتعاطف معه ويشجعه. كما أن الاهتمام بالمظهر العام للاعب البطل أو الموهوب ومن مدى وسامته وطريقة لبسه لبدلة الكاراتيه واختيار نوع جيد من هذه البدلات وطريقة تعديلها لتصبح مضبوطة ومرسومة عليه، ولأن ذلك يساعد كثيرا على إظهار الجمال الحركي أثناء أداء الكاتا. وأخيرا الموهبة والشكل والمظهر العام للاعب، وكما شرحنا سابقا، عنصران هامان من عناصر الفوز وإحراز النتائج في بطولات الكاتا. ده طبعا اللي أنا كتبته في الكتب من أكثر من 20 سنة، والحمد لله كل شيء بيؤدى حاليا بيشير إلى ذلك.
التطور الرهيب اللي احنا وصلناه له احنا في 2021، بالإضافة بنشوف أبطال العالم والبدلات الجديدة والماركات الجديدة في البدلات وطريقة لبس البدلة وطريقة تقسيم البدلة وطريقة ضبط الكشكشة والخلفية البدلة من الخلف، واللاعب بيشدها بطريقة معينة اللي بيها بتظهر الجمال الحركي، بتظهر المظهر العام جميل جدا، ودي من النقاط الهامة لكل لاعب كاتا بطل. The gold on his shoulders. He's last year's grand winner. He's chosen kata for this final is Orhan Dai. He was a winner in Paris, a winner in Dubai, a winner in Rabat, a winner in Shanghai. Can he be a winner here in his home city, Tokyo? Rio Kiuna.